خطوط البحث كيفية التعبير من خلال الرسائل الفنية مفهوم الارتباط كيف يحدث الفن تغييرا في الأفكار والمشاعر مفهوم التغير كيف يقودنا الفن إلى تفسيرات مختلفة مفهوم المنظور. سنبدأ بالرواية كما هي الأيام للكاتبة إيمان نصر الله، حيث سيوقف المتعلمون مهارات البحثية للتعرف على هوية الكاتبة وأهم مؤلفاتها، ثم يستخدم استراتيجية المقارنة ليقارنوا بين الرواية والقصة وما هي سمات هذه الرواية ولماذا سميت بهذا الاسم. سنبدأ بقصة الجبار والتي تتحدث عن أثر طبيعة لبنان على العم جبران الذي سافر على سفينة التايتانيك الذي قام بإنقاذ النساء والأطفال من الغرق، لكنه لم ينجو بحياته فقد تجمد ومات نظرا لبرودة الطقس. سنبدأ بالتحليل الأدبي للرواية. يبدأ المتعلم بكتابة عناصر القصة وتحليل السرد وذكر الأساليب الإنشائية من خلال جمل الاستفهام، جمل التعجب، جمل النداء، وتوضيح التشبيهات، وصف الشخصيات من حيث الملامح والشخصية، وننهي باستخدام مفهوم الارتباط بين القصة ومحور الوحدة. كيف ننظم أنفسنا مظهرين سمة المفكرين وذو مبدأ. سنتعرف على الأديب والكاتب الصحفي السوري زكريا كامل من حيث سيرته الذاتية وأهم مؤلفاته وأهم قصصه القصيرة، فهو يعد أحد أبرز كتاب القصة في العالم العربي. مهارة الاستماع. سيوظف المتعلمون مهاراتهم التواصلية للاستماع من خلال الاستماع إلى مذكرة بعنوان شاب قبيح. وهو شاب قبيح كان يشعر بضيق شديد كلما رأى وجهه في المرآة. ذات يوم عرض عليه مخرج مسرحي أن يمثل دورا رئيسا في مسرحية هزلية، فقبل، وها هو ذا يروي تجربته مظهرا سمة المجتمع المفكر، ثم يقوم بحل ورقة العمل المرتبطة بالنص. المهارات الإملائية همزتي الوصل والقطع نتيجة للتقييم النهائي، فقد وجد أن بعض المتعلمين لا زالوا يعانون من مشكلة التمييز بين همزتي الوصل والقطع، فستقوم بإعطاء تدريبات إضافية. المهمة الكتابية ستكون كتابة مذكرات يومية. المذكرات اليومية هي فن سردي يكتب بغرض توثيق الأحداث والمشاعر والأحاسيس، كما أنها فرصة جيدة ليتعلم الإنسان من تجاربه السابقة. عناصر المذكرات اليومية هي التي تعد من الأساسيات المهمة لكتابة المذكرات، لأنها تتضح للتسلسل في الأحداث، وهي كما يلي: اللغة، سهولة اللغة مع القدرة على التعبير. الحدث، يجب ذكر الحدث المهم. استخدام لغة الماضي، الأحداث حصلت في السابق. الحدث، تسليط الضوء على الحدث التي تدور حوله الفكرة. اللغة الوصفية، من خلال استخدام التعبيرات والتقنيات والكلمات التي تجعل المذكرة ممتعة ومثيرة للاهتمام. الخاتمة، إظهار الرأي الشخصي في الحادثة.